السلام عليكم شباب، أهلا بيكم في سؤال جديد من أسئلة الـ APCSP. السؤال هنا بيقول When is a compound condition using the logical operator AND true؟ تاني كده When is a compound condition دي keyword معايا مهم أوي خد بالي منها using logical operator. logical operator اللي هو زي greater than و less than و greater than or equal و less than or equal و not equal and true. طيب السؤال هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي امتى ال compound condition اللي فيه ال operator اللي اسمه and يبقى true. الاول هو ال compound condition عبارة عن ايه؟ عبارة عن two conditions مع بعض، زي ما اقول مثلا if a is greater than b and b is greater than c. A is greater than A, A is greater than B, ده condition. بعد كده B is greater than C, ده another condition. التو conditions دول ممكن يبقى بينهم and أو or. يعني ممكن أحط ما بين التو conditions دول and أو أحط ما بينهم or. لو أنا حطيت or يبقى الcondition كله، عشان الcondition كله ده الcompound condition يبقى true، كفاية أوي إن واحد فيهم يبقى true. ده لو أنا حطيت الاوبريتور اللي اسمه or. لو انا حطيت الاوبريتور اللي اسمه and يبقى لازم التو كونديشنز يبقوا ترو عشان الكونديشن كله يبقى ترو. زي ما اجي اقول لحد كده انا هروح المدرسه النهارده والنادي، فجاي معايا ولا مش جاي؟ لو رد عليا وقال لي لا انا هروح المدرسه ومش هروح النادي، يبقى كده ما ينفعش، لان انا قلت له ايه؟ انا قلت له هروح المدرسه وبعدها النادي، فانا استخدمت هنا and. لكن لو انا جيت قلت له انا هروح المدرسه او هروح النادي، اي واحد منهم هيختاره يبقى اوكي انا معاه مفيش مشكله. يبقى هنا لما يقول لي الكومباوند كونديشن اللي بيستخدم اند امتى يبقى ترو عشان او امتى يبقى ترو، ده بيكون ترو لما يكون التو كونديشنز ار ترو. وقلت لكم كده لما اقول if a is greater than b and b is greater than c for the whole condition to be true لازم الاثنين يكونوا true، يبقى الانسر هنا هتبقى C. امتى الانسر هنا تبقى A؟ لو الاوبريتور ده or when either of the conditions are true. اه انا بقول لك انا هروح البيت او النادي، ف or هنا معناها ان اي حاجه في الاثنين true يبقى الكونديشن كله true، لكن and لازم both conditions لازم يكونوا true. ناخد بالنا كويس قوي من موضوع الكونديشنز والاوبريتورز اللي ما بين تو كونديشنز. لما يكون عندي كومباوند كونديشن في تو كونديشنز، امتى استخدم اند وامتى استخدم اور. اند معناها ان تو كونديشنز لازم يكونوا ترو عشان الكونديشن كله يبقى ترو، واور معناها ان الواحد من الكونديشنز بس ممكن يبقى ترو عشان الكونديشن كله يبقى ترو. شكرا، اشوفكم على خير.